الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. أعزائي المشاهدين الكرام، مع برنامج الحدث جئنا إلى قلب مصر في صعيد مصر، هنا في مركز العسيرات محافظة سوهاج قرية أولاد بهيج نجع رشوان. جئنا بدعوة كريمة من الحاج أنور نور الدين كشك أبو سرور. جئنا لنقف على بعض المشاكل التي تواجه القرية. أولا معنا ضيفنا الكريم يعرفنا بنفسه. يا مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم. معك أخوك أنور نور الدين كشك من آل سرور. طبعا البلد نقصها أشياء كثير، وطبعا أنا موجود بالمدينة المنورة ومقيم بالمدينة المنورة، ونطالب واخد بال حضرتك للمغتربين أولا وأهل البلد وأهل العسيرات جميعا. المغتربين لن أحد يسأل عليهم بشيء بالنسبة لا قدر الله حصل معهم أي حادث أو أي ظروف خاصة أو توفى فيهم أحد، واخد بالك، ليس له مقابل بالنسبة للمعاشات. نطالب بشيء، يعني طلب دعوة، طلب حضرتك ودعوة حضرتك للحكومة وللسادة المسؤولين إنشاء حجر صحي في مطار سوهاج الدولي. مطار سوهاج الدولي، واخد بالك، هو استقبال الجثمان. طبعا فيش استقبال الجثمان في مطار سوهاج الدولي. نطالب وزير الطيران المدني بإنشاء الحجر الصحي واستقبال جميع الجثث من جميع الدول الخليج أو الأجنبية، واخد بالك، لأن المغتربين ليس أحد بيسأل عليهم. ولا نطالب الرئاسة الجمهورية السيد الرئيس السيسي مشكورا بوجهة النظر، واخد بالك، والنظرة إلى المغتربين لكي نطالب لهم معاشات. يعني دعوة حضرتك بإنشاء الحجر الصحي في مطار سوهاج الدولي. من المعلوم حضرتك أن حضرتك مقيم في المدينة المنورة في دولة السعودية الشقيقة. رسالتك للشباب، وخاصة حضرتك كفحت واجتهدت لحد ما وصلت اللي انت فيه، ايه اللي بتوصله او اللي بتدعو ليه الشباب سواء في مصر او برا مصر، يعملوا ايه الشباب عشان خاطر يوصلوا اللي حضرتك وصلت له؟ والله الشباب لازم يكافح، اولا يبدأ من مرحلة الصفر تدريجيا لحد ما يوصل اللي هو عايزه مستقبليا، لانه كافح والدولة بتمده برضو، الحمد لله حكومتنا برضو يعني رشيدة. الحمد لله احنا شايفين الانجازات اللي حصلت في حادثة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، لا احد ينكرها طبعا. الرئيس السيسي تفضل، انشاءات عظيمة بسم الله ما شاء الله في كل انحاء جمهورية مصر العربية. مزبوط. سواء العاصمة الادارية الجديدة او المناطق الصناعية في جميع المحافظات. نعم، زي عندنا مثلا هنا في سوهاج عندنا المدينة الصناعية الجديدة. طب دعوتك للحكومة ودعوتك للمسؤولين ايه بخصوص المدن الصناعية الجديدة؟ والله دعوتي للحكومة والمنطقة الصناعية، نود من الله سبحانه وتعالى ان يفتحوا مجال صناعي كاسمنت بورد، اعادة تدوير الورق بالنسبة للكراتين الورق او البلاستيك، ينشأ للشباب فيهم، نفتح لهم مجال للعمل في المصانع وندعمهم. احنا شايفين يعني انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة من ناحية الشباب قامت مؤتمرات الشباب الدولية سواء على مستوى الافريقي او على مستوى العالم جميعا. شايفين برضو ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالشباب، وخاصة الشباب الخريجين، انشاء مشاريع لهم في مزبوط. جميع انحاء جمهورية مصر العربية. مزبوط، وهذه النقطة اللي احنا بنلتمسها من الرئيس، يعني جزاه الله خير برضو. هو السيد الرئيس دايما دعوة. نعم، للشباب. مزبوط، واحنا بنطلب من الشباب ان برضو يساعدونا في المشاريع ويساعدونا برضو بوقفة مع كجمهورية مصر العربية كافة، ونوقف معها وقفة شباب ما شاء الله مستقبليا لهم مستقبل، لكي نساعدهم في برضو في المصانع ونساعدهم في عملهم الجاد وعملهم المستقبلي. لابد احنا نكافح عشان نقدر نوصل ونساعد الحكومة الرشيدة. طب احنا هنا في مصر وخاصة في الصعيد وتحديدا في سوهاج بنشوف ان الشباب، تلاقي الشاب عنده 28 و 29 سنة خريج مؤهل عالي، ومع ذلك تلاقيه 24 ساعة في ال 24 ساعة يعني قاعد في المقاهي وقاعد في الكافيهات، وبيطالب الحكومة بالشغل وبيطالب الحكومة انها تعينه او توظفه. ما احنا النقطة دي نلتمسها من حضرتك برضو، اللي احنا بنطالب الشباب ان يهتم، لا يقعد على قهاوي ولا يقعد على كافيهات، لا نطالب انه يعمل على اساس واخد بالك يطور نفسه وكل الافضل مش للاسوء. لأن يعني يهتم بنفسه يطور الذات سواء بالكورسات سواء بالتعليم الاونلاين. نعم. على نعم.
جوجل او على اليوتيوب يطور نفسه يبحث عن عمل واخد البالك، لان كده يكون افضل من جلسته على الكافيهات والقهاوي، لان احنا بنطالب ان الشباب ان يقف وقفه عمل جاد واخد البالك في مشاريع، في ممكن يجتمع الشباب يتحدوا مع بعض يسووا مصنع يسووا مشروع خاص صغير واخد البالك لكي يطور نفسهم ويبداوا، بدل ما انا لا اشتغل اهتم بنفسه اهتم بالدوله وكده الدوله بتساعدني. يعني انت بتطالب الشباب وبتدعو الشباب ان انت ما تستناش الحكومه تجيب لك فرصه عمل، انت اللي تخلق لنفسك فرصه عمل. مظبوط. تبدا على نفسك تطور ذاتك تتعلم بعد التعليم ان انت تبدا ايه تبحث حتى ولو ايه تشتغل بمشروع صغير بكره يكبر لغايه ما يبقى مشروع كبير خالص. يعني ده النقطه اللي احنا برضو بنطالب بها الشباب ليعملوا واخد البالك ويكونوا جادين في عملهم، ودي افضل شيء لهم لان احسن واخد البالك، لان انت تطور نفسك وتاخذ الشباب الاخرين معك، يعني تاخذ مجموعه الشباب معك هتشتغلوا كده واخد البالك، انت افدت نفسك وافدت البلد. تمام. عندنا اكثر من حوالي 5-6 سنوات محطه الصرف الصحي واقفه، وطلبنا بها وطلبوا السيد النواب برضه طلب بها بارك الله فيهم، واحنا نطالب الشباب عامه شباب مركز العشرات كافه واخد البالك باداره تشغيل المحطه واداره تشغيل برضه الصرف وعمل الصرف في القرى المجاوره كنجار عشوان واولاد بهيج واولاد غازي والشخيصي، واخد البالك برضه في نقطه واخد البالك احنا لابد نوقف مع الحكومه في الشيء ده في العمل حيث ينجزوا ويبدا العمل بالفعل في القرى المجاوره، ليس ازكي احد في من القرى كلهم على راسنا من فوق، لكن جميع القرى العسيرات باكملها. يعني طلبات اهالينا في مركز العسيرات عامه وخاصه قريه اولاد بهيج نجار عشوان هو اولا الاهتمام بالجانب الصحي، لان الجانب الصحي هو اهم الجوانب اللي احنا بنحتاجها حاليا، خاصه ان الصحه لو انا عندي شاب صحته تمام صحته رائعه هيعرف استفيد منه، هيعرف ينتج هيعرف يشتغل على نفسه ويطور نفسه، هيفيد بلده هيفيد محافظته هيفيد الوطن بتاعه. تاني حاجة طلبات أهالينا برضو الصرف الصحي، وده شيء مهم جدا 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 وده مرتبط بالصحة أيضا طبعاً. لأن احنا شفنا الفترة الأخيرة أن الأمراض اللي انتشرت مظبوط في أمراض بسبب عدم وجود الصرف الصحي عندنا. مظبوط. وهذا الصرف الصحي لابد أن يكون موجود ونبدأ فيه بسرعة واخد البالك، لان اللي بيعمل وباءات واخد البالك، والصرف لابد ان يبدا في القرى المجاوره للعسيرات والعسيرات بالكامل لكي ننشا صحه مفيده وصحه مستقيمه واخد البالك للشباب، والشباب في استعداد انهم يساعدوا معنا برضو اللهم لك الحمد، يعني ونوقف مع الحكومه وقفه جيده بحيث ان يتم المشروع على خير. تمام. تفضل. ونطالب برضو الغاز الطبيعي بادخال القرى وخبات قرى العسيرات كاملة. احنا بنشوف فعلا في جميع قرى محافظات مصر جميعا الغاز الطبيعي وصل، مش بقول للمحافظات ولا للمدن، ده وصل لقرى وأرياف ونجوع. السؤال هنا ليه ما وصلش عندنا احنا كمركز؟ نعم كمركز ومن اقدم المراكز وتم انشاؤه من اكثر من 20 سنه كمركز شرطه. مركز العسيرات يعد اكثر من 47 نجع وازود واخد البالك، لابد ان يكون له نظره يعني. او 10 قرى لابد يكون له نظره صائبه من المسؤولين، يعني اتمنى من الله، ولكن انا بتمنى ان هو الشيء ده يبدا فيه ويعملوا، لان القرى كلها مفوضه واخد البالك، مفوضان بالنيابه عن اتحدث عنهم بالنسبه لقرى العسيرات. يعني حضرتك المسؤوليه بالنسبه التي تقع حاليا بسبب تدهور مركز العسيرات وجميع قرى ال 47 ناجع او العشر قرى، تدهوروا من الحاله الصحيه، تدهوروا عدم وجود صرف صحي، عدم وجود غاز طبيعي، عدم رصف للطرق، من المسؤول عنه؟ والله هل هي الحكومه؟ هل هو النواب؟ هل هو الشعب؟ المفروض احنا الشعب يطالب والنواب برضه بالنيابه عن الشعب يطالبوا برصف الطرق، يعني عندنا الطرق لاكثر من 100 سنه مدخل نجار عشوان الشرقي لان يصيب الدور الحين في اي اسفلت او اي رصف طرق، واخد بالك المفروض يسال كالحكومه والمسؤولين برضه والنواب يطرحوا الموضوع ده واخد بالك على الساده المسؤولين على اساس ان العسيرات تاخذ دورها في التنميه. وقد وقفنا على بعض السلبيات في مركز العسيرات، ايضا نقف على ايجابيات مركز العسيرات، فمنها ايضا تطوير في شبكه الكهرباء، فنجد الفتره الاخيره في الاوان الاخيره عدد اعمده كثيره قد ركبت في تم تركيبها في بعض الشوارع وفي بعض النجوع، ده شفناه ولمسناه بنفسنا. يعني والله احنا لمسناه ما شاء الله، يعني باك المحطات الكهرباء والمحولات واخد بالك ما شاء الله، الحكومه مشكوره دعمت او شركه الكهرباء دعمت القرى
او على مستوى الجمهوريه اللي هي الخطه الطموحه. واخد بالك ما شاء الله يعني شغالين برضو لهم اجاباتهم مشكورين عليها برضو. تم يعني احلال وتجديد الكهرباء مظبوط على مستوى الجمهوريه. نعم تمام. واخد بالك وده شيء ممتاز جدا، شيء موفر للطاقه الكهربائيه بالذات يعني. تمام. واخد بالك واللهم لك الحمد يعني. وبرضو الاعمده اتغيرت واسلاك ما شاء الله اتغيرت، فيه يعني ايجابيات ممتازه جدا يعني. احنا جايين على الطريق الرئيسي شايفين بعض الطرق الرئيسيه فيها اناره ما شاء الله. واخد بالك واخده كفيتها في الاناره، واخده برضو واخد بالك دورها كويس في النظام، واخد بالك تركيب الاسلاك والكابلات. برضو جينا كابل من مركز جرجة الى اولاد بهيج، قريه اولاد بهيج، مشكورين برضو في ناس مقيمه عليها واخد بالك واقفه عليها اللهم لك الحمد، فشيء ممتاز جدا يعني. انا شايف برضو ان في بعض البوابات بالنسبه للمداخل في برضو المداخل القرى ومدخل العسرات ومداخل اولاد بهيج ما شاء الله يعني ممتازه جدا برضو، من المحليات برضو ما ممتازه، وفي تركيب وفي رصف وفي تسجير يعني ممتاز جدا يعني. يعني الوحدات المحليه عندنا مش واقفه ومش نايمه. لا مش واقفه، وخاصه ان احنا حاليا زي ما قلنا ان كانت دعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالته للشباب واقامه المؤتمرات الدوليه للشباب، هنبص ان احنا نلاقي ان رؤساء الوحدات المحليه في كل الاماكن على مستوى الجمهوريه وخاصه محافظه سوهاج وخاصه مركز العسيرات عندنا بيتولوها الشباب. يعني عندنا مثلا السيد الاستاذ طلعت الطيب رئيس الوحده المحليه عندنا شاب دايما بنشوفه في الشارع. والله ما شاء الله يعني هو بينزل العمل الميداني، الرجال مشكور جزاه الله خير برضه، وبيشرف بنفسه برضه على العمل الميداني واخد بالك، وشيء ممتاز جدا. بس في نقطه احنا بنطالب عليها برضه حضرتك بالنسبه للمدرسين، في نقص عندنا في مدرسه بالنسبه للملف التعليمي نطالب برضه مدرسين. احنا شايفين بسم الله ما شاء الله الحكومه بدات تطور في منظومه التعليم. شايفين السيد الدكتور وزير التربيه والتعليم بدا يدخل افكار جديده للتعليم وتطويرها وانشاء مدارس على مستوى الجمهوريه في جميع انحاء العالم، جميع انحاء الجمهوريه. نعم مظبوط. واخد بالك هو شغالين في مدارس جديده ما شاء الله برضه وفي تطوير، بس احنا الله يكرمك بنطالب للمدرسين عدد مو في عدد كافي برضه في مدرسه نجعه رشوان والقرى المجاوره برضه عامه، يعني على اساس احنا بنجيب للمدرسين بندي بدرو يعني بنجيب بالحصص بندي له فلوس مقابل يدي حصص للطلاب، فده احنا عاوزين نتمد بالمدرسين التثبيت واخد البالك في عقد مثلا عقود، لا احنا نثبت المدرسين ونديهم برضه واخد البالك دفعه لان هم الاساس في تعليم الطلاب القادمين او الشباب عليهم، ونطالب الاعضاء ان هم يطالبونا يطالبوا السيد وزير التربيه والتعليم بتعيين موظفين للمدارس الاعداديه والابتدائيه برضو. احنا ده شايفينه ولامسينه حاليا بالنسبه للعمل الحكومه، ان حاليا بيتم الاعلان عن مسابقه لتعيين مدرسين ومعلمين في جميع المجالات سواء العلوم سواء الرياضيات سواء اللغه العربيه، يعني جميع المواد اللي بتدرس عندنا في مصر. شايفين تم الاعلان عن مسابقه توظيف 120 معلم. والله الشيء ده برضه جيد ونحن مشكورين عليه برضه واخد بالك، فاحنا عاوزين برضه على اساس نتحرك اسرع واخد بال حضرتك، لان على اساس واخد بالك خلاص احنا في عام الدراسي ما شاء الله بدا هنا قريب، فنبدا ان احنا نبدا برضه نطالب لكي ان القرى العسيرات تاخذ دورها في المدرسين ما شاء الله واخد البالك. وعندنا بس المسؤوليه مش مسؤوليه الحكومه بس. نعم. لا طبعا برضو ايضا. نعم. انت الشباب الخريجين انت فين من بلدك؟ انت فين من وطنك؟ مظبوط. نعم. ما احنا عندنا بند في التربيه والتعليم او في المعينين في التربيه والتعليم اسمه بند التطوع، ليه ما يتطوعش شاب طالع خريج يتطوع بسنه باثنين يدرس يعرض افكاره يعلم؟ ليه؟ لان هو قريب سنه من الطلبه اللي هي لسه هتنشا ولسه طالعه، فعقليته قريبه من عقليتهم، فبالتالي هو هيكون اكفأ في التدريس ليهم يعني. والله هم الشباب ما عندهمش اي مانع يعني، في عندنا الشباب ما شاء الله كمركز عسيرات كف عندهم الاستطاعه ان هم يتطوعوا واخد بال حضرتك ويبذلوا مجهود جيد ما شاء الله، شباب نشط وفيهم بركه برضو، الناس مش مقصرين برضو واحد باك، بس احنا برضو نديهم دفعه ان هم يقدموا نفسهم ويتطوعوا. بالعكس اتفضل تطوع، تعال تفضل على عيني وراسي واخد بالك، نساعد الدوله ونساعد التربيه والتعليم، فيش اي مشكله. حاج انور عندنا يعني حضرتك قلت ان من ضمن الناس المغتربه برا مصر في المدينه المنوره في السعوديه، طب ايه المشاكل اللي بتواجه اخواتنا المغتربين هنا؟ والله المشاكل اللي بتواجه الاخوه المغتربين نطالب لهم واخد بالك
بمعاش بحيث ان مقابل الضرائب. لا ما ادفعش انا مثلا مقابل 100 جنيه او 200 جنيه في السنه، لا انا ادفع ممكن 1000 جنيه في السنه في بعد ال 60 بعد ال 50 واخذ بحضرتك، او مثلا في حاله وفاه، في حاله لا حصل الله لا قدر الله حادث واخذ البالك، وطالب كله معاش ثابت معادل الضرائب اللي هو بيدفعها للدوله واخذ البالك. فده نناشد السيد الرئيس برضو يعني يحط نقطة الاعتبار للمغتربين، لأن بيواجهوا مشاكل كثيرة بصراحة، وجهد إنسان طالع بعيد عن بلده واخد بالك وتعبان وشقيان، فنطالب لهم بمعاشات. خاصة هم أكثر ناس بيجيبوا دخل للدولة، بيدخلوا للدولة طبعا عملة صعبة. والسيد الرئيس في بركة وجزاه الله خير برضو نطالب منه النظر للمغتربين برضو واخد بحضرتك من ناحية المعاشات، من ناحية المعاشات، من ناحية يستقر هنا مظبوط، من ناحية تعاملهم برضو في المطارات في رجوعهم إلى بلدهم واخد البالك، لأن الإنسان هو تسهيل الإجراءات يعني واخد البالك. ومشكورين في مطار السوهاج برضو، مطار بسم الله ما شاء الله يعني ما قصروا شيء ومجهودهم ممتاز جدا. بس نطالب للمغتربين بالنقطة المعينة دي بحيث أن يكون لهم فيما بعد قدر الله حادث حالة وفاة يكون لهم معاش ثابت فيما بعد. يعني حضرتك بتطالب أن يتم عمل معاش للسادة المغتربين بعد ما بيرجع ويستقر في بلده يعني هنا. نعم نعم. طالب برضو أن يتعامل معاملة كريمة سواء هو مسافر وهو راجع. نعم. تسهيل الإجراءات بالنسبة لي. مزبوط. نعم. طب بالنسبة يعني حضرتك عشت هناك في السعودية وكده، شفت يعني المغتربين هل بيقع عليهم ظلم؟ والله هو المغترب برضو واخد بالك إن هو بيبقى بعيد عن أهله يعني. طبعاً بيكون طبعاً نفسيته تعبانة، وبيكون لهم مفروض كلها معاملة خاصة برضو. السفارة برضو مشكورة ما بتقصرش، بتيجي عندنا في المدينة وبتيجي برضو في المحافظات اللي تابعة للمملكة العربية السعودية مشكورة. بس إحنا طالب للأفضل وللأفضل، لأن يكون المغترب بعيد عن أهله. يعني حركة السفارة وحركة أعضاء القنصلية. مزبوط. نعم. والمستشار العمالي في السفارة. نعم. المصرية. نعم. في السعودية أو في أي دولة عموما يعني. نعم. مزبوط. يهتم بالجالية المصرية ويبدأ يشتغل عليهم ويشوف مشاكلهم ويحتك بيهم. محترم ليك، يعني إحنا المغتربين يعادلوا في الدول العربية 6 مليون واخد البالك، بغير الدول الأجنبية. تمام. 6 مليون يعني أنا هرده لما أوفر لهم واخد البالك معاملة كويسة، ونطالب لهم أنا شخصيا بمعاشات معادل. مش هدفع أنا 100 جنيه في السنة للتسريح، أنا عاوز ألغي كلمة تسريح ده أو كلمة ضرائب، يكون تأمين للمغتربين واخد بالك عامة. أطباء عمال واخد بالك، أنا من ضمن واحد منهم بطالب واخد بالك، لأنه بيحس بشيء ده أنا عاوز شيء مقابل واخد بالك. الدولة ما بقصرش وجزاهم الله خير، بس أنا عاوز شيء دفعة للمغتربين أن يحس يلقوا شيء يعتمدوا عليه فيما بعد. يعني بتطالب حضرتك مجلس النواب بعمل مشروع او اعداد قانون ان يتم اخذ تامين من المغتربين او من الجاليه المصريه في اي دوله وهو مسافر، وبعد كده ده هيكون بمردود عليه ان فيما بعد لما بيعدي سن القانوني وبيجي ويستقر في بلده يلاقي معاش، يلاقي حياه كريمه، يعرف يعيش هو واهله. يعرف يعيش هو واهله. نعم. دي النقطه اللي احنا برضو بنسيرها، ونتمنى من الله من السيد الرئيس برضو يطرحها، او مجلس الشعب برضو يطرحها، والاخوان النواب برضو ومشكورين ما قصروش. برضو نطالب مركز العسيرات بالنيابه عنهم، واخد بالك واحد من ابناء العسيرات بمخابز، في نقص مخابز في العسيرات كاملة برضو واخد بالك، ونشكر برضو مركز العسيرات. بس حضرتك صدق. بالنسبة لنقص المخابز ده بيقع العاتق نهوتي أو المشكلة على عاتق الأهالي. نعم. لأن أنا كرجل معايا فلوس وكرجل مستثمر، أن أنا ممكن أستثمر أفتح مشروع. نعم. أفتح اللي مشروع. هو مخبز. اللي هو مخبز. ماشي أنا أفتح مشروع فيه طلبات متقدمة برضو ولم يتم توقيع يعني لها. يعني السادة المسؤولين في وزارة التموين وفي المديرية في سوهاج وفي. نعم. مركز العسيرات عندهم اهتمام وسرعة تخليص الإجراءات كده. نعم. يعني. نعم. ما احنا نطالب منهم تخليص الإجراءات اللي مطروحة حاليا الطلبات على المخابز وغيرها برضو واخد بالك. يعني هل واجهت حضرتك ان حد من المواطنين
قدم طلب لمديرية التموين. نعم في نعم في من تم تعطيل الطلب في مخد البالك من الشباب ولسه لم يتم الموافقة عليها برضو. واخد بالك نتمنى من الله هم مشكورين ما بقصرش بس احنا عايزين الاجراءات تكون اسرع. بس تعرف حضرتك نعم. ان بيبقى في معاينات وفي شروط معينة برضو أكيد. نعم. للسلامة وللامان مزبوط. وخاصة عشان خاطر ان انت بتتعامل مع نار وتتعامل نعم. مع تأمين على عمال وحياة مواطنين فبيكون الإجراءات صعبة شوية بسبب إيه اللي هو بيعيشك أنت كمواطن في أمان مزبوط. وكصاحب مخبز وكعمال شغالين فيها ما هي إجراءات السلامة لابد منها شيء ضروري تمام للأهالي البلدة واخد البالك وللعمال الموجودين بالمخابز واخد البالك فربنا إن شاء الله ييسر الأمر واخد البالك ويطرح واخد البالك المخابز اللي هي تكفي مركز العسيرات والقرى المجاورة. طب من المعلوم عندنا احنا في مركز العسيرات ان جرائم الصقر كثيرة كثيرة كثيرة. حضرتك شفنا الفترة الأخيرة رجال المصالحات وشفنا دور رجال الشرطة في مركز شرطة العسيرات عملهم ليلا ونهارا من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين. رسالتك إيه للعائلات خاصة ان احنا كالعسيرات هنا وتي بلد عائلات. نعم والله مركز العسيرات مشكورا واخد البالك من الضباط والسيد واخد البالك برضو وزير الداخلية مشكورين وضباط برضو مركز العسيرات كافة ما شاء الله يعني قايمين مجهودهم يعني احنا بنشوفهم يعني دائما 24 ساعة مشكورين لا متواجدين متواجدين وفي برضو ناس في لجنة المصالحات موجودة معانا برضو فيها بركة بتقوم بالمهمة اللي عليها وزيادة ما شاء الله فبرضو مشكورين مركز العسيرات كافة واخد البالك نتمنى من العائلات أن تكون المودة والمحبة بيننا. دعوة إلى العائلات في مركز العسيرات بالمودة وبالمحبة وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في توادي مثل المؤمنين في توادهم وفي تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا رسالة شكر ورسالة محبة وبرقية ود من الأهالي ومن المواطنين إلى السادة ضباط مركز العسيرات على ما يقومون به من مجهود جبار في السيطرة على المشاكل سواء كانت صغيرة أم كبيرة وعلى ضبطهم للأمن والأمان في ربوع المركز وفي جميع القرى. أعزائي المشاهدين الكرام وعدنا لكم مع رجل من المواطنين رجل دائما ما يسعى في الخير مع هذا الرجل يعرفنا بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم وبقناة الحياة في نجع رشوان. فأهلا ومرحبا بكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الاسم محمد أحمد إبراهيم عليان مدير عام بالمعاش حاليا وكان سابقا بالتربية والتعليم. حاج محمد من المعروف عن حضرتك أن عضو مجلس أمناء في التربية والتعليم ممكن حضرتك تكلمنا عن الإيجابيات حاليا الموجودة في التربية والتعليم من عمل مدير الإدارة من أعضاء الإدارة من المدرسين من مدير المدارس؟ أولا هذا النجع عدد سكانه كبير وبه ثلاث مدارس مدرسة عددي ومدرستين ابتدائيتين. كل النقطة المهمة جدا هو العجز الصارخ في هيئة التدريس والفصول مكتظة. مدير المدرسة هيعمل ايه؟ طبعا ما فيش في استطاعته حاجة. فازاي التلميذ اهم حاجة توفر له معلم لان المعلم اهم حاجة في المدرسة. فطبعا المديرين المدارس غصب عنهم ومغلوب على امرهم. فاحنا نناشد السادة المسؤولين بتوفير العدد اللازم لكل فصل من الفصول الدراسية. وفي هناك خريجون ما زالوا موجودون في النجع نفسه او في ناس يعني ممكن تشتغل بالعقد. فإحنا بس النقطة الوحيدة اللي هي عملية العجز الصارخ في هيئة التدريس بالمدارس. طب حضرتك بما أنك كنت رجل مدير عام في التربية والتعليم وحضرتك عضو مجلس أمناء بالتربية والتعليم ممكن حضرتك تقول رسالتك للطالب يعني عبارة عن إيه؟ أنت بتوصي أبنائك الطلبة بإيه؟ احنا نوصي الأبناء إن هم يكونوا ملتزمون في بالنسبة للحضور والغياب
والملتزمون مع هيئة التدريس بالمدارس، وما يكونش فيه مشاكل بين المعلمين والأخلاق الطيبة. والرسول يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والحق تبارك وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة مطلوبة والأخلاق الطيبة موجودة والأخلاق الحميدة موجودة. رسالتك لأبنائنا الطلاب الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالتعلم، رسالتك ليهم الحرص على التزود بالتعليم، رسالتك ليهم التحلي بالأخلاق الكريمة سواء مع المدرس، سواء مع مدير المدرسة، سواء مع والده، سواء مع زميله، سواء مع أي حد عموما في الشارع، لأن أمتنا أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أمة أخلاق. أيضا رسالتك يا أستاذ محمد إيه بالنسبة للمعلمين المشتغلين حاليا، الاهتمام بالطلبة وكده؟ يعني والله المعلمين يعني معظمهم بيبذل قصارى جهده وذو أخلاق طيبة وعلى المادة العلمية بتاعتهم كويسة، بس عاوز موضوع العجز، لأن المدرس لما يطلع من فصل وخش فصل ثاني ما فيش راحة بين الحصتين، إرهاق لي. في إرهاق لي. أنا كنت معلم، فازاي مثلا المدرسة بجواري أها فيها 17 معلم عجز؟ طب هيشتغل إيه المدير المدرسي؟ هيشغل مين؟ الجماعة اللي في المدرسة مش مغطيين الجدول الدراسي. فإحنا نناشد السادة المسؤولين بسد العجز الصارخ، خاصة إن المدرسين كل واحد لجدول معين، جدول معين واخد أكتر من نطاقه، تمام، واخد بالك، وأكتر من نصابه القانوني. فإحنا نناشد السادة المسؤولين بتوفير القدر اللي حتى المطلوب أو القدر المناسب على قدر الاستطاعة، القدر الممكن. برضو هناك مطالب أخرى زي الخدمات الصحية، يعني عندنا وحدة صحية هنا على أحدث طراز، ولكن الخدمات الصحية برضو ما زالت فيها ضئيلة. يعني الوحدة الصحية اللي عندنا مبنى فخم جدا وأدوات صحية جميلة جدا، ولكن فيها برضو يعني القصور ده عبارة عن إيه؟ يعني الدكتور ياخد له شهر ويتكل على الله ويمشي؟ لا، احنا عاوزين الدكتور مستديم على طول، لأن هو جاي فترة تكليف حضرتك، فإحنا عاوزينه حتى يقعد معنا على طول. لو واحد تعب بالليل، توفير الأطباء، لدغ بالليل، عاوزين لدغة المصل، خد بالك، يعني عاوزين الاهتمام بالناحيه الصحيه، خاصه ان المصل بيحتاج لرعايه، عاوز ثلاجه وغيره وغيره والكلام دي. وبرضه في هناك يعني موضوع الصرف الصحي، ما زالت النجع بتاعنا برضه يعني يحتاج الى صرف صحي. من هنا كانت رساله الاستاذ محمد المدير العام السابق بالتربيه والتعليم وعضو مجلس امناء التربيه والتعليم، الاهتمام بالصحه، الاهتمام بالصرف الصحي، الاهتمام بالأخلاق الحميدة، دعوة الشباب، دعوة الطلاب للاهتمام بالتعليم والحرص عليه، وخاصة أن لله ضر قائل ففز بعلم تعش به حيا أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم من جديد من هنا من مركز العسيرات قرية أولاد بهيج نجا رشوان، ومعنا شخصية فزة، شخصية دائما ما تجده في الخير، فهو رجل المصالحات الأول في مركز العسيرات. دائما ما نجده في المصالحات، سواء مصالحات كبيرة بها سأر وغيره، أو مصالحات صغيرة مشاكل بسيطة على أرض، دائما ما نجده يدعو إلى الخير ويدعو إلى المودة ويدعو إلى المحبة. فمعنا هذا الرجل يعرفنا بنفسه. حشمة مصطفى نصار من عسيرات أولاد حمزة، فهمني، يوجد في مركز العسيرات ناس كويسه وناس وحشه، فهمني، او يعني مش كل الناس مثلا يا لا زينه ولا عفشه مثلا، فهمني، لا، كل الناس فيها كويس وفيها وعش، فهمني، ويوجد المصالح مع الناس، فهمني، يعني كثير، فهمني، والناس كويسه، فهمني، ومركز العسيرات مركز كويس، فهمني، مركز يعني احنا شايفين مركز كويس، ويوجد قياداته، يوجد قيادات في المدير السيد مدير الامن حسن محمود، ومدير اداره البحث الجنائي، واشرف بيه ابو المكارم، والعميد محمد بيه حامد، ناس محترمه يعني، ناس الامن محترمين، وكلهم ناس كويسين يعني.
حضرتك مستقر جدا جدا في محافظة سوهاج وشغالين شغل يعني كويس جدا عندنا في مركز العسيرات يعني. في مركز العسيرات ويعني وفي كل المراكز والله الأمن شغال يعني. أنا بنشوف حضرتك دايما في مصالحات وتسعى مع لجنة المصالحات. الحمد لله في كل المصالح يعني في كل حاجة تلقانا فيها وقايمين بمجهود كبير مع الناس ومع دو ومع دو ما سيبينش أي حاجة والله. طب ممكن حضرتك تكلمنا كيفية إجراءات المصالحات وكيف بيتم عمل مصالحة خاصة يعني كيف الأهالي يتقبلوا أيوة. أن كل منا يتنازل والله زي ما تقول بتكون المصالحة مثلا فإن بيكون الطرفين متخاصمين فإني فبتشتغل اللجنة هنا شوية وهنا شوية فإني على غاية ما نتوصل إياه المصالحات فيها فهمني ويكتبوا تفاوضات وتروح الشرع والشرع طبعا بيحكم فيها فهمني بإرادة ربنا يعني طبعا. المشكلة أو المصالحة مش بتتم هباء لا مش بتتم هباء لا بتاخد وقت بتاخد مرة واثنين وثلاثة واربعة ومحاولة وعشرة وعشرين وردي دور وده تردي دور وتردي دور وتقوم مع دام طبعا بدور وتحب على رأسنا شوية وتحب على رأسنا شوية لما يكون فيها خلافات أكثر من زوف ويسوي والكلمات اللي تسمعهم من دام تقولهمش لدي فهمنا عشان ما تشعشعش الدين أمانة الكلمة عشان ما تشعشعش الدين بتقول له لا ده فلان بيقول عليك أن أنت رجل كويس ورجل محترم وأحسن مني هو بيتقبل الكلام نفس الطريقة برضه يعني بتقوله ده بتقوله ملدي فبيتم فهمنا فيها المصالحات بسرعة فهمنا تلقى الناس تقبلت الأمور بعد ما بتاخد إجراءات بعد ما بتاخد إجراءات بالإجراءات وبعدين بيكتبوا تفاوض ويكتبوا يعني بيكتبوا تفاوض على للجنة واللجنة بتفوض وبتفوض الشرع واللجنة بتعرض مثلا على الشرع لجنة الفتوى ولجنة الفتوى بتحكم وتجيبها وتسلمها للمركز الفني وحسب الشرع تمام ما فيش حاجة بتمشي إلا بالشرع. طب ممكن تكلمنا حضرتك عن عمل رجال الأمن ورجال الشرطة معاونتكم خاصة في جانب المصالحات رجال الأمن ناس كويسين في إنه ناس محترمين وأتقبل أي مصالحات عاوزين يخلصوا من المصالحات ويتقبل أي مصالحات ما قالش الحد لا يعني أي باب يطرق ليهم وتعبانين مع الناس أي باب يطلق ليهم يعني تعبانين مع الناس وقرفين وبشي ناموا الليل الساعة واحدة تلقاهم الساعة اثنين تلقاهم الفجر تلقاهم الدور يعني في كل الوقت يعني يعملوا من أجل المصالحات يجعل من أجل المصالحات ويبعثوا الدو يجيبوا دو يعني ويعملوا مشاركة مع دو مع دو يعني ما سيبينش حد يعني دعوة ورسالتهم للمحافظة وفي لجنة مصالحات فيها الأستاذ العمدة أمين أبو ظفر نصار فهمني ده من كبار يعني إياه المصالحات ومن كبار العائلات في العسيرات فهمني وهو ابدا بمصالحاته في مصالحه برديس فهمني هو من ضمن هو الدكتور خليفه رضوان كانت فيها 13 واحد قتيل يعني جزاهم الله خير ابدا بها هم اثنين بس كلفهم السيد ابراهيم صابر مدير الامن هم اثنين بس وابدوا بها وخلصوها وفي المنشاه وفي العسيرات وكذا مصالح يعني دور لجنه المصالحات مركز العسيرات مش بتقتصر على مشاكل العسيرات بس لا الاستاذ من الوفا عمل في سوهاج وعمل في المنشاه وعمل في برديس فإنه عمل في جرجة وفي خارفة والدكتور خليفة رضوان ما خليش حتة من سابوها يعني جزاهم الله خير وفي كل حتة يعني عمل كذا مصالحة مثلا تتم ونحضروها في كثير يعني في كل المضارح يعني في كل المضارح في كل الأماكن وفي العسيرات لأن رسالة المحبة والمودة اللي نابعة من القلب صادقة نابعة من القلب صادقة وناس ماشية بما يرضي الله يعني الناس بيمشي بيرضوا وماشي بالشرع برضه ربنا اللي قال وإن يريد إصلاحا وماشي بالشرع يوفق الله بينهم ماشي بالشرع برضه ومبعدين عن اللخبطة ولخبطة الناس وده يقول وده يعيد لا ما ينفعش يعني ما ينفعش يعني ما ينفعش بيروح وحدهم يعني اثنين ثلاثة بيخلصوا المشوار لهم تأثير ولهم محبة لهم تأثير ومحبة أنا بنقول لك إن في مصالحة كانت في برديس من 13 واحد قتيل 13 قتيل 13 قتيل بس فضل الله فضل الله ورب فضل ربنا فضل الرجال الصادقين كان الاستاذ امين ابو ظفر فهمني وكان الدكتور خليفه رضوان فهمني وكان ناس يعني بصراحه اهل الخير وخلصوا المصالحه وحديهم بمعاونه برضه رجال الامن بمعاونه رجال الامن محمود بن حسن كان رئيس الفرع للبحث الجنائي في في في, في لا في البليانه في البليانه اما الراجل من الناس المحترمه وراجل كويس جدا جدا الراجل هذه شخصيه محترمه يعني ابراهيم بيصابر مدير الامن وكانت ناس كويسه حسن بيه محمود ده من الناس المحترمه يعني الناس المحترمه ورجل مدير امن سوهاج مدير امن سوهاج ورجل هوار ورجل ولد بشوات ورجل محترم يعني رجل محترم رسالته الناس كويسين وامن وتسامح ورجل محترم ومحمد بيه حامد الفتش الامن العام واشرف بيه ابو المكارم من الناس اللي يعني الناس المحترمه في سوهاج وعبد الحميد بيه موسى ناس كويسين يعني القياده كويسه يعني طب رسالتك رساله شكر لمركز لرجال الامن في مركز العسيرات والله كلهم ناس محترمين فيهمش حد عفش يعني كلهم ناس من المحترمين من يعني من تقدر تقول من العسكري المأمور ومن رجال المباحث يبذلوا جهود والله ما يناموا الليل دائما في المصالحات دائما في المصالحات دائما دائما في المصالحات ويجيبوا دو ويخلصوا الحدود ويجيبوا دو شغالين يعني
والله وساهموا في المركز الناس الكبار اللي كانوا موجودين، كان العمدة أعضاء محمد عيسى عمد الرشيد السابق الله يرحمه الرايد فهمني، والشيخ عبد الحمد الرملي الرايد الله يرحمه فهمني، وكان الرايد برضو الحج على بقاسي بنقدرش ونقول الرايد يعني الناس المحترمة برضو فهمني، والناس الكبار والناس اللي ساهموا في المركز في الأول فهمني وعملوه سنة 98 وقاموا بمجهود فيه كبير يعني. وناس من جزيرة ولاد حمزة ومن الرشايدة ومن العسرات ومن نجع رشوان ولاد بيج، كل الناس يعني على مستوى البلاد يعني المساعدة الغربية ساهمت وقامت بالمركز يعني فهمني، وساهمت ومحدش قصر يعني، كل اللي كانوا يقاموا بالمجهود الذاتي عليات المركز يعني فهمني. رسالة شكر ليهم. رسالة شكر ليهم فهمني، ونشكر برضو الرأي النائب ياسر نصر برضو اللي من 79 لغاية دي الوقت فهمني، الانجازات اللي انجزها فوق ال 80% لم تحدث حتى الان فاني انجز من يعني من 79 حتى الان فاني ما كانش في انجاز، انجزوا في الخمس ستات اربع سنين دول فاني كهرباء وميه ونور طموح وكبار يعني. فاني وكبار واسفلتات ما خلاش يعني حي يعني ما بقينش حاجه بسيطه خالص، والصرف الصحي خذ الديش والديش اعضاء المقاوله وشغالين فيه بيقيسوا فيه يعني شغالين فيه اقول لك خلال شهر راح يشتغلوا فيه يعني تمام. فهذه الرجل بصراحه انجز انجازات كامله يعني، وتعبان في مركز العسرات اكثر عضو يتعب في مركز العسرات جزا الله خير. اركب عضو رايل عمل عمال يعني كويسه جدا جدا وبيش متاخر من حد وبيخدم ناس في جرجه وناس في المنشاه وناس في سواج زي باقي الناس يعني يعني ناس الاعضاء الشغاله يعني فإن راجل كويس وتمام تمام شباب وشغال ومعروف حتى يعني هم بيقولوا يعني انه شغال يعني تمام. شغال ما في ناس ما شغلاش وما عندناش حاجه يعني. في شي شارع مثلا كل يعني كل الاسفلتات اشتغلت عندنا والكهرباء والاسلاك وكل الناس وعندان وغير عندان كله شغال يعني تمام. والصرف الصحي وشغال يعني ما نمشي يعني تمام. بس حياه بتجور بعضها الناس يعني عاوزاها مره واحده فمره واحده ما في شيء يعني 80% يعني 80% من الشغل اشتغل يعني جزا الله خير 80% من الشغل اشتغل يعني هذا هو المسؤول الذي والناس يعني الناس يعني الناس رجل شغال والناس برضه اللي معاه شغالين فهمني ناس كويسين نقدرش نقول لك يعني بس الله خير بس فنحن يعني الناس كلها شغاله وناس المصالحات برضه شغاله مش عم اقول لك يعني كل الناس يعني ناس محترمه وفي عمد محترمه وفي مشايخ بلد محترمه وفي ناس كويسه كلها يعني جدا يعني وابناء العسيرات الناس يعني كلهم ناس كويسين ما فيهمش حد عفش يعني من هنا كانت رساله الشكر لجميع العاملين وجميع المسؤولين على فعلهم وعلى عملهم وعلى سعيهم في الخير، فنشكر النائب ياسر نصر ونشكر عمد ومشايخ جميع قرى العسيرات. معنا في هذا المكان أيضا من مركز العسيرات قرية أولاد بهيج نجع رشوان وضيفنا العزيز يعرفنا بنفسه الحاج أحمد نور الدين أبو كشك. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. نجع رشوان أولاد بهيج مركز العسيرات. أنا لي أشكر وأنا طلبي إنه نظرة ولفتة للفلاحين من توفير أسمدة وتقاوي بذور، حيث أن الفلاح هو الأساس في المجتمع، ونظرة للفلاح خاصة دعواك يعني نعم دعوة لنظرة للفلاحين، النظر إلى هذا الرجل البسيط الذي دائما ما يعمل ليلا ونهارا نعم، فهو عمود هذا المجتمع بالضبط، لأن لولا الفلاح ما أكل الوزير وما أكل الغفير وما بالزبط. أكل الصغير وما أكل الكبير نعم نعم هذا الكلام مظبوط. والنظرة الثانية يعني لفتة بسيطة للفلاح يعني مش أكثر من إراعه، لأنه هو مجهد على طول توفير حياة كريمة للفلاح ورعاية صحية من تأمينات على الفلاح تمام، محدش بيطالب بها الفلاح خاصة. نحن شايفين حاليا بدأ موضوع التأمين الصحي الشامل يعني ده للجميع للجميع، لكن احنا بنتكلم على الفلاح خاصة لأنه هو مجهد تمام وليس موظف تمام، فده طلب يعني نطالب به ونتمنى يعني انه ربنا يكرمنا ويلبونا الدعوة. يعني دعواك ورسالتك وطلباتك الاهتمام بهذا الرجل البسيط وهو الفلاح الذي يعمل ليلا ونهارا في زرعه ويزرع ويتعب في زرعه، ومع ذلك نجد أن مقومات الحياة له قليلة قليلة إلى حد كبير. من هنا كانت رسالة الحاج أحمد نور الدين، الحاج أحمد نور الدين أبو كشك، ولي طلب. عندنا الطريق اللي يربط من الترعة الزرزورية لنجع رشوان الطريق المدخل الشرقي،
له أكثر من 200 سنة لم يرصف وما زال طريق تراب، حيث أنه الطريق يوصل للمعهد الأزهري وما زال يعني تراب. يعني أولادنا بيشوفوا المشقة والمشقة والعناء والتعب، كوارث وطريق رئيسي، ولم أحد ينظر له بأي اعتناء، فطلب من المسؤولين برصف هذا الطريق. يعني حضرتك بتناشد المسؤولين بالاهتمام بهذا الطريق، خاصة أنه يؤدي إلى المعهد الديني الأزهري، فأولادنا دائما يمرون عليه في ذهابهم إلى المعهد وفي إيابهم إلى منازلهم، لذلك نطالب بالرعاية وبالاهتمام من أجل أولادنا ومن أجل شبابنا، الاعتناء بهذا الطريق ورصفه حتى لا يؤدي بحياة أبنائنا وحتى لا تحدث كوارث كثيرة. يا حج محمد، يا حج أحمد، من المعلوم عن حضرتك أنك رجل فلاح ورجل بسيط، ومع ذلك اهتميت بجيل ورعيت أبناء وكبرت وعلمت، ممكن حضرتك تكلمنا عن أولادك؟ والله أولا أشكر مدرسة نجع رشوان اللي هم تعلموا فيها من مدرسين وكل من يقوم على التعليم في وزارة التربية والتعليم. عندي واحد مترجم في كلية الخوارزمي، وعندي واحد موظف في بنك عودة، وعندي مهندس بحضر ماجستير في الهندسة، وأشكر الله وأحمده على هذا النعمة من الله، وعندي واحد برضو بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة، وعندي طالب الأخير في الجامعة الكندية، وأشكر الله على هذا النعمة، وأشكر المسؤولين على وزارة التربية والتعليم وخاصة مدرسين نجع رشوان لاهتمامهم ورعايتهم بطلبة نجع رشوان. هذا هو الأب المثالي، دائما ما تجده رجل فلاح ورجل بسيط، ولكن يربي أجيالا ويعلم أجيالا، فتجد منهم الطبيب، وتجد منهم المهندس، وتجد منهم المترجم، وتجد منهم المحاسب. هذا هو الرجل البسيط، وهذه هي الأخلاق في الأرياف. لذلك دعوانا إلى المسؤولين الاهتمام بهذا الفلاح البسيط، لأنه يربي لنا أجيال، ولأنه يزرع لنا مأكلنا ومشربنا. عدنا لكم من جديد من هنا من نجع رشوان، قرية أولاد بهيج، مركز العسيرات، محافظة السوهاج، ومعنا ضيوفنا الكرام. أول ضيف يعرفنا بنفسه. محمد عبد الحكيم علي، مدرس بمدرسة نجع رشوان الابتدائية الجديدة. يا أهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحب بك يا أستاذ. حضرتك بالنسبة للمشاكل اللي بتواجهنا احنا في التعليم، ممكن تكلمنا عنها في بساطة؟ والله العملية التعليمية طبعا نرجو من السادة المسؤولين وعلى رأسهم السيد الوزير المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم بمديرية سوهاج التعليمية والإدارات التعليمية عموما الاهتمام بالعملية التعليمية والاهتمام بالمعلم، لأن المعلم هو أساس العملية التعليمية، خاصة أن التعليم هو أهم شيء في مجتمعنا. يعني والشاعر بيقول: تعلم ما استطعت من العلم تكن أميرا، ولا تكن جاهلا فتكن أسيرا، لو علمت كل يوم سطرين ترى الجهال كلهم حميرا. وقال آخر: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يخفض بيوت العز والكرم. فرسالتك من هنا من مركز العسيرات قرية أولاد بهيج نجع رشوان الاهتمام بالمنظومة التعليمية والرقي بها، وخاصة الاهتمام بالمعلم وتطوير إمكانيات المعلم وتطويره في الناحية العلمية والتعليمية، لأنه هو رأس الأفعى، فهو رأس الأفعى وهو قلب الجسد، فإن صلح المعلم صلح المجتمع، وإن فسد المعلم فسد المجتمع. ومعنا ضيف آخر يعرفنا بنفسه. عبد الرحمن الأنور، طالب في الثانوي. يا اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عبد الرحمن. مرحبا باشا. حضرتك بما انك طالب، بالنسبه للعمليه التعليميه يعني ممكن تكلمنا ازاي بتمشي وكده او بتصير؟ والله هو في مدرسين يشتغلوا كويس، في مدرسين تاني تلاقيهم بيخشوا يقعد على الكرسي ما يعملش حاجه تاني، يعني في كده وفي كده. طب العيب في مين؟ العيب في الصراحه يعني تلاقي في المدير، في الناس اللي غير كده يعني مش مستهمين، تلاقي لا يعني عدم وجود رقابه. ايوه يعني تلاقي محدش يدور عليه، يخش يعمل اللي هو عايزه، يقعد على الكرسي يفتح تلفونه ويقعد بس. لكن في مدرسين تاني تشتغل معانا، قوم اوقف
جاوب زي كذا. يعني في معلم بيشتغل برعي ضميره برعي ربنا، في معلم متكاسل. سبب تكاسل المعلم عدم وجود الرقابة سواء من مدير المدرسة أو مدير الإدارة أو من وكيل المدرسة أو غير ذلك. طب بالنسبة دي ده بالنسبة للجانب السيء والجانب الحسن بالنسبة للمدرس، أما بالنسبة للطالب أنت شايف إيه المشاكل والإيجابيات؟ والله يعني كل واحد على حسب تربيته، يعني في طالب كويس تلاقيه كويس مع المدرس يفرق كتير، الطالب الكويس خليه يشرح الأستاذ خليه يشرح لنا، لكن الطالب مش كويس يقعد يوتر علينا وعلى زمايلنا مش بنفهم حاجة. يعني الطالب هو اللي برضو يعني اللي بيحرك وبيشغل المدرس وهو برضو اللي بيخليه يكون متكاسل عن العمل بتاعه. لو لقيه بيلعب في الحصة يعني مش مستهم هو يقعد برضو مش مستهم حتى لو عايز يشرح لنا. طب انت كطالب ثانوية عامة رؤيتك وتطلعاتك ورسالتك ايه هي؟ يعني يا ريت الاب يعني يهتم بولده، يعني يجي يعني يزوره في المدرسه يشوفه كويس ولا مش كويس، يعني يشوف ايه الطلبات اللي عايزها هو عشان يوفرها له ويتابعه ويروح له المدرسه، يعني ما يروحلوش مره في السنه، يروح له كل شويه عشان يسال يشوف مستوى، لكن غير كده ولده مش هينفع. رقابه الاب ده مهم، يعني اهم حاجه رقابه الاب. رقابه الام برضه في البيت. طب ايه المشكله اللي واجهت شخصك بالنسبه للتعليم؟ والله المشكله ان في اساتذه اغلب الاساتذه مش بخش مش بتشرح، ده يزعل كتير مننا انا. طب ما حاولتوش انتوا كطلبه انك تتناقشوا مع المعلم وتتحاوروا معاه انه تقنعوه يتعامل معاكم ويشرح ويجتهد؟ لا ما ده مش بيساعده هو برضه، من طالب في طالب مش بيساعد انه يشرح حتى هو عايز. ده عنصر في المدرسه. بس في 50,000 عنصر تاني مجتهد. اذا من هنا نقول اين المسؤولون ومن المسؤول عن ضياع اجيالنا وعن ضياع مستقبلنا مستقبل مصر؟ فهؤلاء هم الشباب، هم عمود هذه الأمة التي تبني وتعمر، هم سواعد هذه الأمة، إذا ضاع سواعدها فمن سيوقفها ومن سيساعدها إلى النهوض؟ ومعنا ضيفنا الكريم يعرفنا بنفسه. رفعت محمد أحمد، سكرتير بمدرسة نجع أبو صغير الابتدائي. يا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ رفعت. بحضرتك. بالنسبة للمشاكل اللي تواجهكم هنا كنجع رشوان ممكن نوقف عليها ولو لاحظت؟ بتواجهنا مشكلة كبيرة في الإحصارات عموما، وهي الإحصارات من 12 سنة عمل المركز أو أكثر، وبعض الإدارات اتعملت لكن كمجلس مدينة الإحصارات لسه ما اتعملش، فدي مشكلة كبيرة مخليانا احنا بنروح بنجرجة والعسيرات وإخميه والمنشاة، فاحنا كده يعني محتضن ما بين 3 مراكز. تمام. فليه كده مجلس المدينة متأخر؟ النائب بيتكلم من يومين في المجلس عن الموضوع دي، فقال لك المجلس المحافظين بيشتغل على قانون 82 او من سنه 82. تمام. القانون بيطالب بان يبقى في حاجه سياحيه في البلد او كده، مركز سياحي او مركز سياحي. طب احنا هنقعد على كده مختلفين؟ والحاجه الثانيه المالي والاداري الاداره التعليميه بنت وتجهزت بجهود ذاتيه من الناس تشكر، لكن لغايه دلوقتي ما اشتغلتش، فاحنا برضو عاوزينها تشتغل لان نص المدارس في جرجة. بما ان حضرتك في التربيه والتعليم، ايه العقبه اللي واجهت اداره التربيه والتعليم في مركز العسيرات للعمل؟ قال لك لازم المجلس يكتمل، مجلس المدينه يكتمل. لا انا بتكلم كاداره. كاداره ما قال لك الاداره تشتغل اخر اداره في الادارات ككامل تشتغل اداره التربيه والتعليم. يعني ده العقبه اللي احنا سمعنا عنها، بس لغايه دلوقتي الاداره مبنيه من 4 سنوات أو 5 سنوات. ايه المشاكل الاخرى اللي بتواجهنا في انشاء او في تحويل مركز شرطه العسيرات الى مجلس مدينه؟ ما فيش لغايه دلوقتي، احنا كل ما نكلم النائب عن الموضوع دي قال لك المشكله هي مع الوزير التنميه المحلي والمحافظ بسبب موضوع اللي هو القريه السياحيه او الحاجه السياحيه اللي بيقولوا اللي بيتكلموا عنها. من هنا من مركز العسيرات نداء إلى السيد الرئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد الوزير الدكتور وزير التنمية المحلية والسيد محافظ سوهاج بسرعة تحويل مركز شرطة العسيرات إلى مجلس مدينة، لأن المواطنون يتفرقون ويتشزرمون بين 3 مراكز. ومعنا ضيف آخر يعرفنا بنفسه. عبد الحكيم زكي يوسف، مواطن عادي. يا اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك الله يبارك. لما نحن بنعاني بمشكله عندنا في خط الشرقي بتاع جرجة تربط بجرجة والعسيرات والمنشاة، طبعا عندنا احنا الخط ده طبعا سيء جدا. الخط الزراعي. الخط الزراعي الشرقي. فطبعا انا اكثر واحد بنمشي فيه
سيء جدا وممكن بيرتكب فيه حوادث وكوارث. ما عمل حوادث وكوارث شديدة. فاحنا يعني احنا برضو ايه المشكله اللي على الطريق نفسه يعني؟ المشكله ان في تكسير من الجنبين و بسبب البنيه التحتيه. الاهتمام بالطريق طبعا عشان خاطر المسؤول في تكسير طبعا عشان خاطر البنيه التحتيه الكهرباء الصرف الصحي. فطبعا احنا مشكورين يعني نشكر السادة المسؤولين ونطالب ان هم بسرعة يعني رصف الطريق لعدم يعني حوادث او كوارث يعني اي كوارث وحفاظا على حياة المواطنين وطبعا نشكر الدولة طبعا والمسؤولين. ما بالنسبة للكهرباء يعني حاجة جيدة والحمد لله يعني والاستهتمام بالشباب ورعاية الشباب لأن الشباب هم أساس الوطن. من هنا كانت رسالتنا رسالة حب برقية تهنئة برقية شكر إلى السادة المسؤولين وطلباتنا لهم بالاهتمام وبالرعاية وبالنظرة إلينا وشكرا.